مشاهدي صوت الساحل التونسي، مرحبا بكم في برنامج لقاءات وحوارات. ضيفة حوارنا لليوم هي السيدة مفيدة النوالي، رئيسة بلدية شربين من ولاية المهدية. الحديث سوف يكون عن إنجازات هذه البلدية، المجلس البلدي في شربين وين وصل، أهم المشاريع المبرمجة وين وصلت، وسيكون الحديث عن شربين. إن شاء الله استمتعوا بهذا اللقاء. مدام مفيدة مرحبا بك. بيك عايشك، مرحبا بكم في شربين. نبدو الأول بتعريف المنطقة. شربين هي منطقة ذات مساحة شاسعة تمسح 44 ألف هكتار، عدد سكان فيها 27 ساكن حسب إحصاء 2014. تقريبا هي أكبر، ثاني أكبر بلدية من حيث المساحة في الجمهورية. بالحق وشساعة المنطقة مثل لنا إشكال كبير، فما 10 عمادات ونحن تشملنا مفهوم التوسعة اللي كانت انتظاراتنا فيه كبيرة. حق ربي انتظرنا من الحكم المحلي وفرحنا وعملنا يعني حملات انتخابية كبيرة وعلى أساس أنه الحكم المحلي مش يكون صحيح، هي مرحلة أولى ومرحلة تأسيسية للحكم المحلي، لكن كانت أماننا في النجاح أكبر من الواقع لقيناه. خطر وقت نقول 10 عمادات وبلدية كانت تخدم على منطقة بلدية واحدة، يعني على شربين المدينة، نلقى روحي أنا في 10 عمادات وانتظارات المواطنين في كل عمادة يعني لا تحصى. أولا تقريبا تفعل مفهوم التوسعة كان درنيرمو يعني في 2019 وين تصبط لنا فلوس توسعة. أنا بصراحة كلمة فلوس توسعة نحشم باش نقولها، علاش وقت نقولوا 10 عمادات ونشوف أنا مبلغ تذكرهم أن عايشك مدام بس المشاهدين يتعرفوا عليهم. العشرة عمادات به عنا عمادة الشحضة الشرقية، عمادة الشحضة الغربية، عمادة القواسم الشرقية، عمادة القواسم الغربية، عمادة القرادحة الشرقية، عمادة القرادحة الغربية، عمادة الشرف، عمادة المعاطة. أغلب العمادات هي عمادات ذات طابع ريفي باعتبار أنه نحن بطبيعتنا منطقة يعني ريفية وذات طابع فلاحي، تطغى على المناطق نوعية الفلاحة اللي هي الفلاحات الكبرى، معناها الزراعات الكبرى كما الزيتون كما اللوز كما يعني ذي أقرب يعني حتى المناطق السقوية. بصراحة ما فماش دعم كبير من الدولة مع استعداد بعض الفلاحين للعمل، إلا أنه ما عندناش حق ربي دعم قوي، ما عندناش برشا مناطق سقوية. نرجحوا هذاك علاش نحن تو في إطار الحديث على مناطق التوسعة، ذكرت لك سميت لك بالتسميات، ونحن راهو كي نقولوا مناطق التوسعة هذه أو العمادات هي العمادة في حد ذاتها، ساعة ساعة تلقى عمادة فيها أربع خمس مناطق ينجموا هم يكونوا عمادات. أنا نقول عمادة مثلا القواسم الشرقية فيها منطقة ولاد أحمد، منطقة ولاد الشريفة، منطقة البصرة، ومنطقة الخيور اللي هم كل منطقة وحدها معناها تمثل تقريبا عمادة. أمام شساعة المنطقة هذه ومؤخرا يعني في إطار الحديث على مبالغ التوسعة، يعني مبالغ اللي رصدتها الدولة لهذه المناطق، أنا نقول بصراحة نورمال ممكن يصير تمييز إيجابي من قبل الوزارة لهذه المناطق الشاسعة. علاش؟ أنا نشوف مثلا 830 مليون اللي وقع رصدهم في ميزانية 2020-2021 830 لسنتين، في المقابل نلقى مثلا معتمدية، نسمي مثال معتمديات مجاورة، نلقى بلدية كركر اللي هي بلدية فيها أربع عمادات بالعمادة القديمة خمسة تاخو نفس المبلغ. لهنا بصراحة نورمال مو انتظرنا من الدولة أو من وزارة الشؤون المحلية أنه يتم تمييز منطقة شربان مش على حاجة، خاطر منطقة شاسعة، راهي منطقة كبيرة برشا ماهيش باش تتساوى مع المناطق الأخرى. يعني أنا نحكي بلدية في أربع، شوف نحن في تقسيم المبالغ مثلا جينا أمام المعضلة متاع تقسيم مبلغ فلوس التوسعة، مجلس بلدي رفض أن يتم تقسيم هذا المبلغ حسب التمييز الإيجابي. قلنا نأخذ عمادة ولا اثنين نقسموا بيناتهم المبلغ كمرحلة أولى باش نعملوا دي بروجي دو فالور. نقول أنا دي بروجي دو فالور شنو هو في المناطق الريفية؟ هو التعبيد. نجي كل مستشار بلدي مسؤول، كل مستشار بلدي مسؤول من الجهة اللي يمثلها،
تقريبا في الاخر تم المصادقه انه يتم تقسيم المبلغ على 9 عمادات باستثناء العماده القديمه اللي هي تخرج من فلوس التوسعه اللي هي شربان المدينه، يتقسم المبلغ على 9 عمادات. يعني دي تل فاصون تلقى كل عماده عندها 93 مليون. انا نقول 93 مليون في عماده يعني متعطشه للتنميه ومتعطشه لكل شيء. انا ما نعرفش، انا راهو تفتقر العمادات هذه الى ابسط مرافق الحياه، لا طرقات معبده ولا شويه اكليراج ولا معناها مظاهر تجميل في القرى هذه ابدا. جي انا مشيت لهم 93 مليون، مش نعمل بهم؟ تم الاتفاق حتى في اطار الجلسات التشاركيه مع المواطنين انه يتم تخصيص المبالغ هذه في التنوير العمومي، في يعني مسائل جمالية التنوير عمومي، شوية تعبيد أمام المدارس، بليتو مش تعبيد، دي تروتوار أمام المدارس والمساجد، وفما تجمع سكني فيه مدرسة ومسجد ومستوصف، ولا نعمل فيه شوية تروتوارات كمظهر جمالي للقرى وتنوير عمومي. نحن حتى في التنوير العمومي ما همش مبالغ مش تسمح لك مثلا مش تمشي في تنوير عمومي بالطاقة، خطر هو يمكن من أكثر المشاريع أنا نعتبرها تقريبا ما هيش ذات مردودية للبلدية. تقول لك لي راجلك مش تدفع، لكن الفوق يلزمنا نمسوا المواطن حتى بأهم، بخطر مواطن عنا في مناطقنا الريفية يستنى من البلدية حتى أهم بالضوء عليه، وهذا كالبروجي اللي مشينا فيه تقريبا. هذا بالنسبة للمناطق التوسعة. بالنسبة للبلدية القديمة أو المنطقة البلدية القديمة اللي هي شربان، بحكم أنه المبلغ في المرصود في ميزانية 2019 تم رصده إلى المنطقة البلدية القديمة كهو، مشينا زادة في بعض المشاريع متاع التنوير العمومي اللي شملت بعض المناطق الداخلية اللي ما كانتش البلدية قبل يعني ما مستهاش بالتنوير. عدينا مشروع متاع بارك بحكم انه البلديه تفتقر الى بارك للمعدات، نحن كنقولوا نزيدوا معدات للبلديه ونحن نفتقروا حتى موجود بارك، صحيح فما بارك للبلديه لكن لا يكاد يكون بارك، ما نجموش نقولوا عليه بارك. اغلب المشاريع مشينا فيها في ميزانيه 2019 هي مشاريع اداريه، عدينا معدات، اخذنا تراكس خاطر لقينا معدات تقريبا معدمه، تراكس كاميون بريس، عدينا بوبكات هذيك نقول انا تراكس صغيره يعني للتدخل في المناطق القريبه. السنه في ميزانيه 2020 عدينا السلوم، مش نقولوا عدين محدين يعني مشاريع في الكليراج، الفوق انه يكون عندنا سلوم باش حتى للصيانه. هذه تقريبا المشاريع اللي عديناهم على المبالغ المرصوده للبلديه. كما انه في اطار فلوس التوسعه تم ذكر في الوثيقة اللي جتنا من الوزارة ذكر مبلغ اللي هو 1,630,000 تابع قرية النفاتية، تابع تهذيب الأحياء. المبلغ هذا أنا قبل في بالي به لكن ما كانش عندي وثيقة يعني رسمية. المبلغ هذا مبلغ مرصود من معناها من تقريبا من 2017 البروجي هذا مبرمج، لكن التمويل تم كان في أواخر 2019. مبلغ مش يتم رصده الى منطقه او قريه النفاتيه اللي هي القواسم الغربيه لتهيئه القريه من قبل وزاره التجهيز يعني وكاله تهذيب الاحياء، وان شاء الله يا ربي انتظاراتنا من البروجي هذا انه يتفعل في 2020-21 كما جاء في الوثيقه اللي جاتنا من الوزاره. ما نجمش مادام مفيده ما نحكيش على نقولوا 10 عمادات، اكيد مسؤوليه كبيره بالنسبه لكم، وانت تحكي لنا على اللي قلنا العمادات اللي هي ريفيه، فك العزله عن هذه المناطق، ربطها بطرقات، شبكه من الطرقات، كيفاش باش يكون الاناره بين باش تتنقل من قريه لقريه، باش يمشوا حتى للمستوصف ولا للمستشفى المحلي الموجوده هنا، كان تعلمنا كيفاش باش يكون، واكيد تدخلكم باش يكون كبير. ونحب نحكي اللي انت تلقى برشا صعوبات، نحب ناكد ونركز على الصعوبات الماليه في دعم وانجاز مشاريع لمثل هذه المناطق اللي فيها 10 عمادات ريفيه باعتمادات ماليه تكاد تكون عاديه او اقل من العاديه. وقت نقولوا فك العزله يعني مش نحكوا على تعبيد طرقات، ونحن كنقولوا بعض فعندنا بعض العمادات اللي تكاد تكون معزوله تماما، كما عندنا عماده المعاطة يعني منطقه ريفيه بامتياز كلها مسالك فلاحيه غير معبده.
بصراحة في الإطار هذا تعويلنا كان يعني على اعتمادات المرصودة من قبل المجلس الجهوي والمشاريع التنموية، يعني مشاريع المجلس التنمية. السنة نحن فرحانين عندنا 11 كيلومتر ونص اللي كانوا مبرمجين من في من 2017 تفعلوا السنة بدي المقاول يخدم درنيرمون فيهم طريق مسعودة اللي هو طريق تربط شربام بولاد مولاهم اللي هي تابعة سويسي كانت قبل لك انتو تابعة بلدية محثة اللي هي سيدي زيد ولاد مولاهم واللي هي تقريبا مش تحل تفك العزلة بين زوز بلديات وزادت تمثل يعني نشاط اقتصادي للمنطقة شربان بحكم أنه ولاد ملام هي منطقة ناشطة اقتصاديا والأهالي غادي ارتباطهم بشربان أكثر حتى من السويسي. عندنا زوز كيلومتر ونص في المعاتة، زوز كيلومتر في منطقة السماوات اللي تابعة للقرادحة الغربية اللي هي زادة منطقة محزولة تماما، يعني كتصب المطر الوليدات ما عادش ينجم حتى يمشي يقروا نهار كيما اليوم صبت المطر صيح بس صغير يقعد غادي ما صغير يمشي 4 كيلومتر و5 كيلومتر أبي يعني في أمطار حتى ولو تكون صغيرة بكميات قليلة ما ينجمش صغير يتعدى ويمشي للمدرسة يقرأ. كما قلت لك معناها تعويننا كبير على برامج التنمية المجالس التنمية والمجلس الجهوي اللي هم معناها تقريبا ديما كي نحكوا على التعبيد رانا ديما نبرمجوا ونحدوا المسالك لذات أولوية على المشاريع هذه، مشاريع التابعة تابعة المجلس الجهوي ومجلس التنمية. في إطار فك العزلة زاد على المنطقة الحمد لله يا ربي درنيرمون يعني تم ربط منطقة النفاتية القواسم الغربية والمناطق اللي المجاورة لها بصفاقس من خلال تفعيل خط نقل بري يعني حافلة بحكم انه اهالي النفاتيه والقرادحه يعني القواسم الغربيه والشرقيه والقرادحه تقريبا يعني ارتباطهم بصفاقس اكثر من المهديه واكثر حتى من جايين من شربان يعني اقتصاديا وصحيا حتى في العلاج يعني يتواصلوا في صفاقس مع صفاقس اكثر تقريبا الحمد لله يا ربي تفعيل الخط الجهوي هذا بين الزوز ولايات حل اشكال كبير بين يعني للمواطنين. مدام نحب نسألك علاش نحن في المهدية 2020 اللي هي مدينة جميلة سياحية تميزي كد يكون إيجابي مش منقولوش معناها المهدية دي ما نذكروا المهدية البحر والجمال والطبيعة ومنطقة ساحلية علاش مش نقدر نقولوا علاش المهدية أريافها وعماداتها مخالف وجه آخر ومغاير للمعروف ولا المتداول عند عامة الناس علاش ليزور المهدية ويطلع عن كثب على أريافها والعمادات متاعها يقول أنا وين ونحن فين وعلاش المهدية مثلا أريافها ما تبعدش برش على سامحني المناطق الداخلية. أكيد شكرا على إثارة الموضوع هذا اللي هو يمثل لنا إشكال كبير بصراحة في ولاية المهدية وهذا إشكال تطرح في تقريبا في جميع المجالس اللي نحضرها ديما نطرحه الإشكال هذا يا ولادي راهي ولاية المهدية ما هيش مناطق ساحلية، ولاية المهدية ما هيش الرجيش والمهدية وقصور السيف والشاب، لا ولاية المهدية كي ننظروا للولاية كولاية راهي في مناطقها الداخلية اللي هي أكثر معناها عندنا ولاد الشامخ شربان هبيرة سويسي هذا من المناطق اللي بالحق معناها ما نقولوش الجم خطر الجم ما شاء الله تقريبا يعني مش تشوت به في التنمية السويسي زاد تقريبا راهي الحمد لله يا ربي زاد نحن الكل راه يرجع بالنفع على المناطق الكل لكن السويسي زاد تقدمت علينا برشا من حيث التنمية بحكم عندها منطقة صناعية كبيرة نحن راهو لا نمت للساحل بسيلة بالحق يعني نحن كيما نتنقلوا لسوسة للتراجيه كيما التراجيه نمشوا بها لسوسة كيما نتنقلوا نفس المسافة سوسة والمستير والمهدية وصفاقس تقريبا يعني جايين في منطقة وسط ما نعرفش أنا ساعات نقولهم رانا جينا باراشوتي ما نحسش أنا نحن تابعين لما ولاية ساحلية راه لكن وهذا في التقسيم الإداري في التقسيم الإداري أنتم تابعين ولاية المهدية اللي هي تابعين ولاية المهدية لكن وديما يقولوا الساحل يسخر بالعطايا ولا ربي حابه بالعديد من نحكيوا على المزايا والساحل والساحل والحديث يطول 2020 نزور أني المهدية ونقوم بها في أي زائر ولا روبورتاج وندخل الأعماق المهدية أصدم بما أرى غياب التنمية غياب مقاومات العيش الكريم غياب أبسط الضروريات الطريق الإنارة لماذا؟
انتم دوركم كمتسكنين المهديه في دفع وكمسؤولين في دفع ما نعرفش التمييز الايجابي كيفاش باش يكون المهدي عندها دور في التنميه وارياف ما نقولش ارياف نحن نقول معتمديتها معتمديه المهديه مش نقولوا ارياف على خاطر معتمديه هي في حد ذاتها ريف بالحق خاطرنا مناطق ريفيه بامتياز هذا الواحد ما ينجمش ينفي رايه الفلاحه الفلاحه وتركز على الفلاحه لكن ايضا زاد مقايمات العيش الكريم التعبيد الطرقات الاناره العموميه ان تكون مدينه او معتمديه فعلا ودوركم انتم كمتسكني مثل هذه الجهات والله نحن ان شاء الله يا ربي بالعمل البلدي وبتكافل جهود المجلس البلدي واعضاء المجلس ان شاء الله مع بعضنا الكل في المرحله الجديده ان شاء الله بعد تشكيل الحكومه بعد المشهد السياسي الجديد باش نخدموا يلزمنا نخدموا على انه هالمناطق هذه يقع تمييزها ايجابيا خاطر رانا تبنينا على ولايه ساحليه ونحن لنا متوا للساحل بسيله كما قلت رانا مناطق داخليه ريفية ذات طابع ريفي مازال يغلب عليها الطابع الريفي زاد بامتياز مازال تفتقر إلى يعني ما نقولش أبسط مرافق العيش لكن نقول راهو ناقصين مناطق ناقصة لفتة من الدولة ولفتة كبيرة كبيرة ما نحكوش على التشغيل والبطالة خطر تقريبا هي راهي تشمل جميع يعني المدن وجميع المناطق الموجودة في تونس كاملة لكن أنا نقول رانا مناطقنا تنتظر من الدولة عنا انتظارات كبيرة خاصة ونحن عنا نواة منطقة صناعية في شرباء نواة منطقة صناعية علاش اسمها نواة خاطر هي مساحة المنطقة الصناعية 2 هكتار ما نجموش نقولوا عليها منطقة صناعية خاطر حتى تمريرها والموافقة عليها كانت بعد شقاء كبير من قبل يعني الرجال اللي خدمت على الموضوع هذا ونشكر كل من ساهم في تفعيل المنطقة هذه تقريبا المنطقة مهيئة ما زال شوية المقاول يعني شوية في نسيون في الخدمة ويكمل البروجي معولين على المنطقة الصناعية هذه تكونش هي بادرة خير إن شاء الله ويكونوا فيها انتصاب بعض المستثمرين وعلى الأقل حل إشكال البطالة في المنطقة إن شاء الله يا ربي في المدة اللي نحن فيها في البلدية نكونوا فاعلين أنا من مشاكل بلدية شربان زادة إنك تلقي شربان البلدية الوحيدة اللي عندها ملعب بلدي غير معشب البلديات عندنا يعني تقريبا 18 بلدية في ولاية المهدية كل الملاعب البلدية معشبة ما عدا الملعب البلدي بشربان اللي هو ملعب يعود تاريخ تفعيله إلى تاريخ أحداث بلدية شربان من عام 1975 علاش خاطر يعني بعد ما مشت وزارة الشباب والرياضة خطوة كبيرة في تهيئة الملعب هذا كنجو في مرحلة التعشيب تطلب الوزارة شهادة ملكية للبلدية في هذا الملعب ولهنا يثار الإشكال اللي هو إشكال عقاري علاش خاطر المالك الحقيقي اللي هو ورث لمواطن هو أصلا جربي دوبوي لونتون يعني كان هو مالك الحقيقي للأرض هذه والبلدية يعني أخذت على وجه التملك يعني الأرض هذه وصار حتى أنه يعني إشكال هذا يعني تطرح حتى قدام القضاء لكن المالك الحقيقي يعني من خلال بعض يعني من خلال القضاء يعني ملكة في تحصل على شهادة في ملكيته للأرض هذه وتسويت وضعية الملعب البلدي في شربان نحن أمشينا فيها خطوة به إن شاء الله مع المالك نادينا المكلف أو الوكيل على الورثة وحكينا معاه إنه نتجاوز المرحلة القضائية خطر استحالة أهالي شربان باش يسلموا في الملعب البلدي بعد الاستغلال متاع المدة هذه الكل مشينا في تسويت وضعية بطريقة صلحية بطريقة ودية مع المالك بعض مداولات معاه ومع بعض أعضاء المجلس البلدي في حضور تقريبا أغلب الأعضاء اللي هو حسب القضاء آخر قضية في آخر قضية تم تحديد مبلغ 800 مليون يعني باش تتسوق وضعية الملعب لكن بالطريقة ودية مع المالك تقريبا مشينا في تسويه الوضعيه بمبلغ قيمته 450 مليون باش يتم جدولته على 3 سنوات
كل سنة 125 مليون مع مبلغ أولي يتم أثناء كتابة عقد البيع. لكن إشكال توا موجود مطروح أمام وزارة ملاك الدولة بحكم أنه حبينا يتم تقييم المبلغ هذا قبل من قبل خبير تابع أملاك الدولة لتكون الأمور قانونية يعني، والملف ملف التسوية ذات طابع قانوني وما لا تشوبه شائبة، خاطر كما نعرفوا راهو فما برشا، فما شكون يمشي معاك وانت عامل مجهود وكنت حاب تقدم بالبلاد، وفما شكون زاد بعض الافراد اللي نجموا يرجعوا انه دوسيه ما يلزمش يتحل والوزارة هي الوحيدة اللي تتكفل به. نحن كبلدية ما نجموش نخزروا لشبابنا يفتقر إلى أبسط مرافق العيش والترفيه اللي هي ملعب بلدي معشب كيما بقية الملاعب. مدام مفيدة، أكيد مجهودكم في هذا واضح لا غبار عليه. نحب نعرف البلدية، بلدية شربين، منين تجمع كما نقولوا نحن العائدات المالية متاحة، منين توفرهم باش نجم تنطلق في مشاريع جديدة، وكيفاش البلدية باش تعمل فائض ربح باش نجم تقدم نقولوا 5 سنوات أكيد مرة على هذه 5 سنوات سنة ونيف ولا أقل، كيفاش البلدية باش نجم توعد الأهالي والمتساكلين في شربين الكبيرة نقولوا ذات 10 عمادات باش قدم في مشاريع التنمية، مشاريع القرب، مشاريع التشاركية، ونلقاو بلدية شربين بعد 5 سنين على القليلة أحسن من توا وأحسن من السابق. والله بالنسبة للميزانية البلدية هي المداخيل الذاتية المعروفة اللي هي من لتاكس لوكاتيف يعني الأداءات. كما الناس كل أداءات البلدية اللي مساعينا حثيثة في أنه مش في جمع المبالغ هذه، في توعيد المواطن بقيمة دفع المبالغ هذه. مؤخرا يعني في إطار الإعفاء الجبائي اللي يعني عملتها الدولة في أنه يتم استخلاص 3 سنوات الأخيرة يعني 2017-2018-2019، ومع ذلك ومع يعني الامتياز هذا، لكن ما لقيناش إقبال كبير من قبل المواطنين في دفع متخلداتهم في الأداء البلدي. يعني ما زال وعي المواطن بعيد شوية على أنه هو المساهم الأول في الدفع بالعمل البلدي. نحن ما نجموش نطالب الدولة ونحن معناها يعني تمويلنا الذاتي ومداخلنا الذاتية يعني ضعيفة. إن شاء الله يا رب قاعدين نعمل في حملات تحسيسية مع المجتمع المدني مع مجهودات من البلدية في أن نوعوا مواطنين. هذا المواطن وكي نحكوا على المواطن، مواطن في المنطقة البلدية القديمة، خاطر المواطنين في المناطق الداخلية يقول لك نحن شنو وصلنا من البلدية، شنو العمل البلدي وإلا المشروع اللي مستتنا به البلدية، بس أنا ندفع تاكس لوكاتي بش ندفع أداء بلدي. أعطيني إن شاء الله يا ربي بعد ما تدفع المشاريع اللي برمجناها 2020 اللي هو تنوير عمومي تقريبا كما حكيت لك، يعني مشاريع تقريبا مشت في إطار تجميل المدينة، إن شاء الله يا رب يقتنع المواطن بقيمة الأداء البلدي وتكون مداخيل البلدية أكبر شوية من مما هو عليه الآن، وترتفع نسب مداخيلنا إن شاء الله. إن شاء الله يا رب ترتفع نسب المداخيل، نلقاو بلدية شربين أحسن من هكا. نحب نسألك على تشكيات بعض المواطنين من مصب الفضلات اللي تحوزت عليه البلدية الأرض اللي على ملك الخواص، وقتاش يتم تنظيف هذا المصب وإيجاد حلول بالنسبة لهذه الأرض؟ أولا لا يوجد مصب استولت عليه البلدية على ملك خواص، يوجد مصب في أرض على ملك البلدية كان تقبل تستغل فيه البلدية كمصب للمرجي ومصب للنفايات. بعد تولينا يعني رئاسة البلدية الحكم المحلي تم عرقلة البلدية في استغلال هذا المصب، مع العلم أنه البلدية كانت قبل تصب مع امباراليل يعني مع المصب البلدي اللي هو على ملك في أرض على ملك البلدية، كانت تصب في أرض موجودة في مدخل البلاد تقريبا، في أرض على ملك بعض الأهالي اللي هم ما معناه من حقهم. أنا حتى كيعرضوا لي المواطنين جيت نرجع لملكية الأرض لقيتها مش على ملك البلدية وعلى ملك مواطن، بارك الله فيه المواطن اللي خلى البلدية لمدة سنوات ماضية تصب له في الأرض متاعها. حبينا ننظفوا الأرض هذه ونلتزموا ك يعني حتى كلمة شكر للمواطنين هذوما اللي هم يعني ورثت مطايرية، حتى كلمة شكر إن ننظفوها الأرض هذه من النفايات الموجودة فيها. لكن البلدية تفتقر إلى مصب للفضلات
بدينا باش نستغلوا في الارض وعملنا في مشينا بروجي في بروجي ان باش نهيئوا مصب يعني ذا يعني بالمواصفات الموجوده في المصبات المهيئه الكل. وتم رصد 40 بما قيمته 40 ألف دينار لتهيئة هذا المصب، وباش نحولوا النفايات الموجودة في الأرض في أرض الأهالي هذه اللي كنا كانت تستغلها البلدية قبل البلدية مع المجلس قبل يعني تنصيب المجلس البلدي الجديد، وحبينا ننظفوا الأرض هذه. ما راعنا إلا المواطنين المجاورين للأرض اللي هي على ملك البلدية عرضونا. ولهنا نرجعوا إلى نقطة إنه كنا كانت في الأصل الإدارة تخدم والمواطن هو اللي يعني يشكي بالإدارة حتى لو تعدت عليه. توا ولينا في وقت المواطن يعني الإدارة تتعطل أعمالها وتشكي بالمواطن وتستنى القضاء لين يرفع المظلمة. أرض على ملك البلدية، الفلوس متوفرة باش نهيئوا مصب، ما راعنا إلا المواطنين يعرضونا ما يخلونيش نتعدوا المصب هذا، نمشوا للقضاء يعني ما بقى حتى حل إلا أن نتوجه للقضاء. من 20 فيفري 2019 إلى حد الآن تم تحديد جلسة أولى في 26 جوان 2019، تم تأجيلها إلى 26 جان في تقريب 2020، وما زال يعني الأمر متواصل. الله أعلم تنجم تكون الجلسة هذه فاصلة ولا بين المواطنين هذوما اللي هو أرض في الشحدة القبلية اللي هي على ملك البلدية نورمالمون. ما عندناش مع العلم أن رانا مشينا خطوة باهية زادة مع لونجيت في إيجاد حلول زادة مع في الشأن هذا مع لونجيت. إن شاء الله يا ربي حاليا من العراقيل زادة اللي تلقاها البلدية تو أن حاليا نستغلوا في مصب تابع ولاية صفاقس. يعني في عود الكاميون يمشي 10 كيلومتر، نمشوا تقريبا تراجي اللي رتو تاع 70 كيلومتر، 35 كيلومتر مشي 35 رجوع، وما يكلفه ذلك للبلدية من معناها وقود وحتى المعدات. يعني تقريبا بعد كل 4-5 شهور لازمك تبدل العجالي متاع الكاميون في عض يعني تقريبا تريبليت واللي فوتروا ولا فوكات استهلاك الوقود. مع ذلك ما عندناش حتى حل إلا أن مشينا في الحل هذا، إن ما نصبوش عشوائيين، ما نستغلوش معناها في نمشوا يعني في إطار استغلال بعض المناطق، مع إنه رو مع العلم إنه بريفيليج بتاع شربان إنها موجودة بين زوج سباخ سبخة على يعني ظهرت البلاد وصبخة قبلتنا، صبخة تابعة القواسم وصبخة في ولاد عبد النبي. نورمال ما نحن ما نقولوش في إطار المحافظة على البيئة إنه السباخ هذه تنجم تكون مصبات، لكن نحن في ولاية المهدية اللي هي ولاية تدخل وسط البلاد، يعني تدخل مدخل المهدية تلقى في تعرفوه المصب متاع المهدية، يعني في صبخة في مدخل البلاد. نحن في الآخر منطقة ريفية يا أخينا، راهي تخصيص أي هذا زاد حكينا فيه، راه الملف هذا موجود حتى في الوزاره حكينا فيه مع نواب شعب في المده السابقه. ومع ذلك ملقينا حتى حلول، حبينا يعني تتكافل الجهود باش يلقوا معانا حل وسط يا اخينا، هي بقرار وزاري مش بقرار بلدي، بحكم انه المواطن طول متعصف على الاداره وعلى الحكم المحلي، وقرار وقرار وزاري باستغلال المنطقه هذه كمصب وخنهيئوه بالمواصفات اللي تعطوها لنا. اي بورتون زاد ما فماش حتى حلول في الشان هذا، كما قلت لكم نصبوا في منطقه تابعه صفاقس. مدام مفيده ما يفوتنيش باش نسالك على جمعيه كره القدم الناشطه في شربين وهي امل الرياضي بشربين، تسال على الدعم كيفاش باش ياخذوا دعم من البلديه ووقتاش؟ بالنسبه لجمعيه الامل الرياضي بشربين بالعكس نحن يعني نشجعوا فيهم. كان تقبل تنصيب المجلس البلدي الجديد خصصت لهم البلدية 5000 دينار، بعد تنصيب المجلس البلدي الجديد في 2019 منحناهم منحة سنوية قيمتها 10000 دينار. السنة في 2020 ضاعفنا المبلغ ليصبح 20000 دينار، يعني 20 مليون.
مع العلم انه صيانه الملعب، صيانه الليفيسير نتاع الملاعبين، هذا الكل تتكفل به البلديه. يعني هذا دعم فقط للجمعيه 20 مليون في 2019. بتبيع هم الجمعيه حبوا تسبق على الميزانيه، نحن الميزانيه تتفعل في مارس، يعني معروف يعني استغلال يعني التصرف في الميزانيات الجديده ميزانيه 2020 من نجم نصرفوا لهم مبالغ على حساب المبلغ هذا. كان في مارس ان شاء الله وعدناهم قلنا ان شاء الله في مارس يتم رصدكم بمبلغ اولي على الاقل. ما من خطر ديما شوف نحن كي مثلا اعطيناهم 20000 دينار ما نعطوهمش المبلغ كامل، قسطوا عليهم كل بيريود معناها باش تبقى الفلوس يبقى يعني كل مرحله تغطيه المراحل نتاعهم في اطار السنه الرياضيه عندهم. ان شاء الله في مارس يتم يعني مدهم بالقسط الاول ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. نستفسرك ونسمح نروح باش نسالك سؤال حول المصنع المزمع اللي كان مش يتحل في القواسم الغربيه في النفاتيه، علاش ما تحلش؟ بالنسبه للمستثمر اللي قصد منطقه النفاتيه يعني القواسم الغربيه اللي في المنطقه هذه، سمعنا بالحق فما مستثمر، انتظرنا انه يتواصل مع السلطات المحليه، ما راعنا الا ان نسمعوا اللي هو انسحب. اللي في بالنا به اولا لي لوكو يعني اللي موجودين باش يستغلهم ما كانوش مهيئين بالكهرباء ذات الضغط العالي. ثاني حاجه انه المنطقه كمنطقه يعني قريه نفاتيه تفتقر الى ابسط المرافق كما قلنا، حتى كمظهر جمالي للقريه مفماش بما يستقطب يعني مستثمر هو كي باش يفكر باش يعمل بروجي اكيد راهو باش يقرب عائلته باش يكون هو متواجد سور تيران في البروجي نتاعه. اذا كان باش توجد هو في منطقه تفتقر الى ابسط مرافق العيش كيفاش باش تشجع باش يعمل. نحن راهو كي نحكوا على تنميه دائما يلزمنا نحكوا على روافد التنميه، روافد التنميه اللي هي راهي اوموا نوفروا الضروريات الحياة باش نشجعوا نحن زاد المستثمر باش يجي وينتصب ويجي لمناطقنا هذه. وان شاء الله يا ربي المراحل القادمة. انا هذاك علاش من بكري اكدت في مشروع اللي تابع وزارة التجهيز في تهيئة قرية النفاتية اللي وقع تخصيصه مبلغ قيمته 1,630,000,000 يتم تفعيله في 2020 2023 او 2021، ما يتمش تأجيله. هذا أمنا فيه المشروع كبير خاطر بعد تهيئة القرية أكيد باش تولي عندها مشهد آخر وأكيد باش تولي حتى هي تستقطب ونعم ونخدموا إن نعملوا نقطة للمنطقة الصناعية زادة كما صار في شربان. مع العلم إن راهو في النفاتية قاعدين نخدموا على دائرة بلدية وما حكيت لكمش على الدائرة وأهمية الدائرة البلدية. الدائرة البلدية نحن عملنا مصادقة على قرار إحداث دائرة بلدية بمنطقة النفاتية تشمل الخمس عمادات الموجودة اللي هي مجاورة يعني للمنطقة هذه. نحن تقريبا كي تتواجد في شربان راك تلقى تقسيم يعني جغرافي واضح، منطقة شرقية ومنطقة غربية يعني اللي هم خمس عمادات القواسم الغربية والقواسم الشرقية وعمادة الشرف وعمادتي القرادحة الشرقية والغربية. وكي تجي لهنا المنطقة الشرقية بليتو تلقى شربان الشحدة ولاد الحناشي والشحدة القبلية والمعاتة تقريبا جغرافيا مقسمة. لقينا ضرورة ملحة لإحداث دائرة بلدية، الإجراءات توا زادة أوكورون، الملف أمام وزارة أملاك الدولة لتحديد السعر كراء المحل خاطر باش نبدو على وجه الكراء إلى حين تكتمل الاجراءات هذه. ان شاء الله نوعد المواطنين زاده بتفعيل هذه الدائره في القريب العاجل. ان شاء الله في القريب العاجل. نحب نسال بالنسبه لمنطقه القويسمه الغربيه المستوصف الشرقيه نحب نسال بالنسبه للقويسمه الشرقيه المستوصف المزمع انجازه للمواطنين تقريبا لموا الامضاءات وقالوا هيئنا المكان باش يكون فما مستوصف خاص بهم في تلك المنطقه، وين وصل هذا المشروع وشني اهم معناها التعطيلات الموجوده؟ بحي لهنا بالنسبه لمنطقه البصره بالتحديد في من عماده القواسمه الشرقيه تم التواصل مع المواطنين، زرنا المنطقه في اكثر من مره، تم تقديم عقار على وجه الملكيه الخاصه لبعض المواطنين اللي هو ابدا استعداده للتبرع بهذا العقار لوزاره الصحه لتهيئه هذا العقار لأحداثه مستوصف في هذه المنطقة باعتبارها تفتقر إلى مستوصف.
مع استعداد المواطنين زادة أنهم يقوموا بالصيانة وحدهم، يعني عاملين يعني كولكت بيناتهم ولمدوا شوية فلوس باش يقوموا هم بصيانة العقار هذا لإحداث مستوصف. أنا بالنسبة للموضوع هذا نقول رانا في تواصل مع جميع الوزارات، وإن شاء الله نعملوا مع وزارة الصحة إنها تتبنى هالموضوع وتوفر لها المعدات اللازمة لإحداثه. مدام مفيدة، نخلي لك كلمة الختام لكل متساكني شربين، أيضا المتساكني في ولاية المهدية وغيرها من ولايات الساحل، اللي أكيد نقول الساحل إن شاء الله نقوه يكون أفضل وأحسن من دو. أولا في النهاية نقول ما يلزمنا نكون متفائلين، نحن صحيح تابعين ولاية المهدية وهذا شرف كبير لنا، لكن نرجع نقوله لفتة من الدولة إلى هذه الولايات الشاسعة ومناطقها الداخلية اللي هي لا تمت للساحل بسيلة، وتمييز هذه المناطق إيجابيا بمزيد من الدعم، بمزيد من اللفتات، في خاصة فيما يخص التنمية. شكرا، بارك الله فيك، عايشك مدام. عايشك، شكرا.